ومعانا العالم زكريا العالم المشهور، ياريت تقول لنا على اخر التجارب بتاعتك. اخر تجربة ليا اني عملت دواء جديد بيخلي الاطفال اذكى 10 مرات. وهل جربت العلاج ده؟ ايوه انا اديته لكل الاطفال في المدرسة ومستني نتيجة. وهل الاطفال حصل لهم حاجة؟ لسه هنشوف في خلال يومين. وايه هدفك من التجربة دي؟ عايزين المستقبل يكون احسن، الاطفال هيبقوا اذكى بكتير. ممكن سؤال، هو ايه التخان اللي بيطلع من دماغك ده؟ ده من كتر العلم والتفكير دماغي شغال على طول. وفي اخر الحلقة بنحب نشكر العالم زكريا. ايه الهبل ده؟ يعني ايه الاطفال يبقوا اذكى 10 مرات؟ انا غلطان اني اتفرجت على البرنامج ده، استحالة طفل يكون اذكى مني. يعني انا اروح السوبر ماركت اشتري شوية حاجات. يا ترى اجيب ايه؟ اجيب ايه؟ اول حاجة اجيب ايس كريم. ايه ده؟ امي وبنتي بيتخانقوا. خد يا بنتي الشوكولاتة دي، دي حلوة قوي. لا يا ماما، الشوكولاتة فيها 2000 كالوري، انا كده هتخن، ده مش هيلسي. ايه ده؟ طفلة مش عايزة شوكولاتة وانا قدها كنت باكل 4 في اليوم. انا عايزة خضار يا ماما واكل هيلسي. ايه ده؟ البنت دي ذكية قوي، مش بتفكر زي الاطفال خالص. لا يا بنت، هتاكلي شوكولاتة زي الاطفال. لا يا ماما مش هاكل، واستناكي برا. اما انا بقى هلف واجيب كل الحاجات اللي مش هيلسي. هجيب دوريتوس وهجيب بيتزا وشوكولاتة وكولا وكفاية كده. ايه ده؟ دي البنت اللي كانت جوه، انا هروح اتكلم معاها. على فكرة انا شفتك جوه، انتي لازم تبقي لطيفة مع مامتك، مامتك دي هي اللي ربتك وكبرتك، فلازم تكوني كويسة معاها. اعرب كويسة. اعرب كويسة؟ احنا في حصة ولا ايه؟ هو انتي خدتي من الدواء بتاع العالم زكريا؟ ايوه، وبقيت ذكية جدا. سلام. ايه ده؟ هي هتسوق العربية ولا ايه؟ ايه ده؟ دي بتسوق حلو قوي. ايه ده؟ يا بنتي فين؟ والعربية فين؟ بنتك انا شفتها خدت العربية ومشيت، هي متعودة تسوق عربيات ولا ايه؟ ايوة، دي 5 مرة تاخد العربية اليومين اللي فاتوا، كل ده من بعد دواء العالم السفت زكريا. سلام، انا لازم الحق البنت. انا هرجع البيت واسيب الجنان ده. اقعد بقى اتفرج على التلفزيون شوية. اعزائي الاطفال الاذكياء، الكبار عاملين لنا مشاكل كتير قوي، احنا لازم نخلص منهم واحنا اللي نحكم العالم. يلا قولي باي باي. يلا يا اطفال، دوروا على كل الكبار في كل مكان، لازم نخلص منهم. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ بيموتوا الكبار. ايه صوت التيار اللي برا ده؟ يا نهار ابيض، الاطفال بيلعبوا بالطيارات. انا هدخل وهقفل الباب على نفسي. كده عدى 2 اسبوع ومخرجتش من البيت، وقفلت كل مكان الاطفال ممكن يدخلوا منه. دول كسروا كل حاجة، العربيات والبيوت، واكتر حاجة بيحبوها ان هما يولعوا في كل حاجة في المدينة. المشكلة دلوقتي ان انا خلصت الاكل اللي كان معايا، لازم اطلع واوصل للسوبر ماركت، يا رب ما يشوفوني. الحمد لله اخيرا خرجت، يا رب ما حد يشوفني من الاطفال. انا هحاول الاقي طريق ولا حد يشوفني منه. انا هنط من هنا. هوبا، انا اخش البنك من هنا. ايه ده؟ ايه ده؟ نار.
مفيش حد، انا اروح للسوبر ماركت بسرعة. اجري اجري، قربت خلاص، فضل خطوتين وصلت، وصلت الحمد لله. الحق اجيب كل الحاجات بتاعتي قبل ما المكان يولع. انا ههرب من المكان ده وهرجع البيت بسرعة. يا خبر ابيض، دول عرفوا مكان بيتي، انا لازم الاقي مكان استخبى فيه. انا هستخبى فوق المستشفى، ده اكتر مكان مش هيعرفوا يوصلوا له. ايه الكراتين دي؟ ايوه المكان هنا امان. ايه ده، انت مين؟ انت مين؟ انت زي الاطفال الشريره ولا لا؟ لا انا مش زيهم، انا بحاول ارجعهم لطبيعتهم. طب هنعمل ايه؟ انا بابا العالم زكريا. باباكي هو اللي بدا كل ده. ايوه انا عارفه، وهو اللي اخترع برضو العلاج بتاعه، وده العلاج اللي بابا اخترعه وجربه عليا ونجح. طيب الحمد لله ان في علاج، احنا عايزين كل الاطفال ياخدوه. خد انت كل الاطفال من العلاج ده. مش هينفع، لو شافوني وانا كبير كده هيموتوني. انت اللي لازم تديلهم وتبداي بالقائد بتاعهم. عندك حق، انا اللي لازم ارجع الاطفال زي زمان، لان دي غلطه بابا وانا لازم اصلحها. استناني هنا وانا هرجع لك كمان شويه. ربنا معاكي. انت رايحه فين؟ انا طالعه للقائد. ايه اللي معاكي ده؟ ده سر القائد، هو اللي طالبه بنفسه. يلا طلعوني حالا، يا اما هقوله ان انتوا رفضتوا. ماشي اطلعي للقائد. يس يلا دخلني للقائد. انت مين وعايزه ايه؟ انا جايبه لك عصير يا قائد جميل جدا. انت بتحسبيني عبيط ولا ايه؟ انا عارفك، انت بنت العالم زكريا ومخبيه شخص كبير عندك وجايه عشان ترجعينا زي الاول، بس ده مش هيحصل. انت هتفضلي معانا هنا وهنقبض على الشخص الكبير. يا حراس روحوا اقبضوا عليه حالا. اهرب بسرعه، القائد عرف الخطه. عرفوا مكاني، انا لازم استخبى. مفيش حل غير الجزيره دي. انا هكمل بقيت حياتي على الجزيرة دي، انا بقيت اخر شخص كبير على الارض. يا ترى ايه الحل؟ ايه الحل؟ الاطفال بيحكموا العالم. انت مين وبتعمل ايه هنا؟ الحمد لله حد من الكبار معايا في الجزيرة. انت جيت هنا ازاي؟ كنت بهرب من القائد بتاع الاطفال وما لقيتش مكان غير هنا، وانت جيتي هنا ازاي؟ بنتي بعد ما خدت الدواء بتاع العالم زكريا انضمت للاطفال وانا هربت منها، ومش عارفه هنعمل ايه دلوقتي. ايه الصوت ده؟ دي طياره جايه علينا. يا ترى مين اللي راكب الطياره ده؟ ما تخافوش مني، انا جاي اساعدكم. ايه ده، ده القائد بتاع الاطفال، هو رافع ايده ليه؟ معرفش بس انا خايفه منه. تعالي نروح نشوفه عايز ايه. انت عايز ايه مننا؟ انا عارف انت بتحسبني شرير، بس انا مش كده، انا مش القائد بتاع الاطفال. انت بتضحك عليك. امال مين القائد؟ بنت العالم زكريا هي القائده بتاعتنا. انا مش عارفه هو بيتكلم بجد ولا لا، لان الاطفال بقت ذكيه قوي، ممكن يكون دلوقتي بيضحك علينا. لا مش بضحك عليكم، تعالوا ساعدوني، تعالوا معايا، لازم ننقذ العالم، ولو قدرنا نهزم القائدة هخليكوا تحكموا العالم تاني. مقدمناش حل غير ان احنا نسمع كلامه. ماشي تعالى نروح معاه. حد يخرجني ارجوكم.
ايه ده؟ ازاي القائدة محبوسة؟ انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ هتروحوا في داهية. انتوا صدقتوا ان دي القائدة؟ مفيش غيري انا القائد. يلا ادخلوا معاها. ارجوك خلينا نخرج من هنا، احنا ما عملناش حاجة. انتوا خدتوا فرصتكم ان انتوا تحكموا العالم وفشلتوا، وجه وقت الاطفال ان هم يحكموا العالم. يلا سلام، هنزل احتفل مع اصدقائي الاطفال.